معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن السيد بسام جعار المحلل السياسي السوري. مرحبا بك يا أستاذ بسام. نبدأ من تصريح وزير الدفاع الأمريكي الذي قال إن إيران هي المسؤولة الوحيدة عن مشكلات الشرق الأوسط من ضمنها سوريا، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني اسمح لي بعد التحية لحضرتك والأخوة أهلا وسهلا. يقول اعتدنا على الكذب والخداع الأمريكي، هذا كذب وخداع متصل. وأنا بدي أذكر الجميع يعني منذ سنوات وأمريكا تتحدث عن مخاطر الدور الأمريكي في سوريا وفي الشرق الأوسط، وأنا بدي أذكر الجميع أن أمريكا هي من سمحت لإيران بأن توصل قواتها وميليشياتها وأسلحتها إلى سوريا مشروع قرار أممي تحت الفصل السابع، لكن أمريكا لم تفعل شيئا على الإطلاق. أكثر من ذلك، كانت هناك قوات الجيش الحر في التلاف في البادية السورية لقطع الطريق بين العراق وبين الداخل السوري، فأبعدتها القوات الأمريكية وتركت الميليشيات تلعب كما تريد. كلما استمعنا إلى تصريح أمريكي حول مخاطر أو الدور الإيراني الخطر في سوريا، ندرك تماما أن هناك ضوء أخضر أمريكي بإيران لكي تلعب على الساحة السورية. ولكن ما الذي غير قواعد اللعبة الآن بهذا التصريح في سوريا، التصريح الأمريكي، حتى تتوجه الآن إلى مواجهة مباشرة ضد إيران في سوريا بهذا التصريح من وزير دفاع؟ هذه التصريحات كما قلت ليست جديدة، اعتدنا على سماع شرات تصريحات الأكثر وقعا من هذا التصريح، ولكن على الأرض لا يفعلون شيئا. كل ما جرى خلال الأسبوع الماضي هو أن الميليشيات الإيرانية تجاوزت الخط الأحمر وحدات حماية الشعب السورية المدعومة أمريكيا، فاضطرت أمريكا إلى طردها. الأمر يتعلق بالمصالح السيطرة على النفط في سوريا، ولكن إيران أمريكا تركت إيران تلعب كما تشاء في الأماكن الأخرى. بمعنى تقول أمريكا المنطقة الشرقية بآبارها ونفطها ودعاياتها هي وفق المصالح الأمريكية لأمريكا، وبقية المناطق تستطيع إيران أن تلعب فيها كما تريد. يعني ما مصير القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا؟ هل ستسمح أمريكا لها بالتمدد أكثر خصوصا في حلب وريف دمشق؟ أنا بعتقد تماما يعني أمريكا حددت أماكن تواجدها، اختارت أن تكون في المنطقة الشرقية، ولكن المشكلة ستقع بين إسرائيل وبين إيران. هناك مشروع استيطاني إسرائيلي وهناك مشروع استيطاني إيراني، المشروعان سيصطدمان في سوريا. إسرائيل تعتبر سوريا حديقة خلفية لها، وإيران تريد التمدد إلى البحر المتوسط. ولذلك أقول الآن سنشهد صداما ربما لا يتحول إلى مواجهة شاسعة، ولكن ما دامت الأسباب موجودة فإن الصدام سيقع، وأتوقع حدوث اشتباكات كبرى خلال الأسابيع القادمة. أشكرك من لندن السيد بسام جعار المحلل السياسي السوري.